تحكم في تدميرها بأساليب شتى. الفتنة الطائفية كان لمخابراتكم ضلع كبير جدا فيها. نحن خلطنا أي عسكريا؟ نعم نعم، مخابراتكم هي التي فجرت العسكرية. لم يساوم على بلده ولم يساوم على عقيدته، على الرغم من المغريات التي حصلت وإمكانه أن يتبوأ منصبا دنيويا ويسكت عن الحق، ولكن شاء الله له أن يرحل وهو على الحق ثابت.